منذ تعيينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء خير عون لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله في تعزيز وتطوير العمل الحكومي. واليوم يواصل سمو ولي العهد رئيس الوزراء مسيرة الخير والنماء كرئيس للوزراء ليكون خير خلف لخير سلف. لن تغيب عن ذاكرتنا الوطنية منجزات الأمير الراحل وفقيد الوطن، فقد أسس ببصيرته النافذة رحمه الله بنية تحتية متينة للعمل الحكومي بمختلف اتجاهاته وتفرعاته، والذي أخذ يتطور ويتنامى في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي اختطه جلالة العاهل المفدى أيده الله. وتعزيزا لهذه المسيرة التنموية، جاء تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء في عام 2013 ليكون عونا للفقيد الراحل في إدارة دفة العمل الحكومي على النحو الذي يعزز النمو والمكتسبات الوطنية. وإننا على ثقة ويقين بأن مشاركة سموه معنا في العمل الحكومي من خلال مجلس الوزراء سيكون عونا لنا في تطوير وتحديث أجهزة السلطة التنفيذية. إن خبرتكم وحكمتكم يا سمو الرئيس تنير لنا الطريق إلى المستقبل، فأنتم ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل. شهد العمل الحكومي تطورا ملحوظا في الأداء في السنوات الأخيرة، فقد كان سمو ولي العهد حريصا على متابعة الشأن العام بمعية الفقيد الراحل، فكرسا إمكانياتهما ومقدراتهما على تحقيق كل ما يصبو إليه شعب البحرين. وتأكيدا على وحدة القرار في منظومة العمل الحكومي، استمر عمل سموهما معا بالمضي قدما في طريق الخير والعمل المستمر والجاد لتحقيق تطلعات وتوجيهات عاهل البلاد المفدى، وهو الأمر الذي انعكس جليا على جميع الأوجه المتعلقة بالتنمية والتطوير. جملة من التحديات استطاعت الحكومة بإدارة سموهما من التغلب عليها بكل حكمة واقتدار، فقد عملا برؤية مشتركة لحماية المقدرات وتشييد المنشآت وبناها التحتية وجعل المواطن دائما وأبدا محور التنمية، إيمانا من سموهما بأنه الثروة الحقيقية للوطن. وها هو صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء يضطلع بمهامه الوطنية على رأس حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى خلفا لفقيد الوطن، ليستمر البذل والعطاء خدمة للوطن وتحقيقا لرؤى جلالة الملك المفدى لكل ما فيه الخير والازدهار والنماء.